نسرين؟ نسرين؟ نمتي هون حبيبتي؟ ما نمت أبداً. معقول هالحكي؟ وأنا كل الليل عم ناديكي من جوا، عم قول وين راحت هالحلوة؟ وين بدي روح يعني؟ ما غمضت لي عين. ليش؟ فيكي شي؟ ما فيني شي، بس حاسة حالي مخنوقة. حاسة في نار عم تاكلني من جوا. حبيبتي، هاد من ورا المنام اللي شفتيه، ما في شي تاني. ما تشغلي بالك بالموضوع، هو منام. يا ريت القصة بهالبساطة. يا حرام شو صار يا الله، يا حرام يا جيراننا، يا الله شو مسكين، يا حرام اللي صار فيكم. ليش ما فطرت؟ رح أفطر بالشركة، وإنتي نامي شوي، وشك أصفر. ما تنامي هون مشان ما توجعك رقبتك. تمام. خليكي ما تقومي، أنا طالع. لازم يكون إله تفسير، لازم أعرف شو تفسير هالمنام اللي عم يخنقني. رح شغل التلفزيون. نتيجة للحريق الذي شب في غولتابا لم يبقى سوى هذا الحطام من منزل العجوزين، وما جعل هذا الخبر مثيرا هو السبب الذي أدى إلى نشوب الحريق، حيث أن الزوجان أضاعا راتبهما ولم يستطيعا دفع فاتورة الكهرباء، مما أدى إلى فصل الكهرباء عنهما، فاضطرا إلى إشعال شمعة وناما قبل أن يطفئاها، مما تسبب في الكارثة. حريق منزل إسماعيل وصبرية شيليك صبرية شيليك لم يكن وراءه سوى الدمار والرماد. صبرية شيليك. يا الله دخيلك. يا ربي. ايه حبيبتي. وينك سرحان؟ لو سمحت ارجع على البيت فورا. تعال بسرعة سرحان. ماشي ماشي جاي فورا. نسرين؟ نسرين شوفي؟ صار شي مو منيح أبداً سرحان. شوفي نسرين؟ أنا تسببت بموت شخصين مساكين حتى أنهن ماتوا محروقين. احترقوا المساكين بسببي. شو هالحكي اللي عم تحكي؟ أعمل لك أنه أنا اللي قتلتهم احترق بيتهم بسببي وماتوا. أنا شو عملت يا سرحان؟ أنا كيف قدرت؟ كيف قدرت أعمل هيك؟ نسرين؟ نسرين؟ اصحي اصحي حبيبتي. نسرين؟ نسرين؟ حبيبتي؟ حبيبتي شبك؟ اصحي بقى شبك؟ نسرين؟ نسرين حبيبتي شو صار لك؟ إذا مانك منيحة منروح على الدكتور. سرحان؟ إيه حبيبتي. إيه اللي عملته ذنب ما بينغفر؟ انسي الموضوع قومي نروح على الدكتور. أنا سرقت يا سرحان. كيف يعني سرقتي؟ إيه هدوك المساكين ماتوا بسببي. أي مساكين يا نسرين؟ والله ما عم أفهم عليكي ولا كلمة. الخالي صبرية وزوجها ماتوا محروقين من ورا عملتي. نسرين لو سمحتي قليلي شو صار، والله ماني فهمان شي عليكي. كنت واقفة ناطرة تاكسي، اجت التاكسي ونزلت منه الخالي صبرية،
وقتها صار اللي صار. هاتي ايدك خالتي. شكرا يا بنتي. على مهلك. يعطيك العافية ابني. الله معك. الله معك. الله يرضى عليك يا بنتي. لما ركبت بالتاكسي لقيت فيها جزدان على الأرض. انتي كيف بتعملي هيك نسرين؟ شو عملتي بالمصاري؟ اشتريت الفستان. ما عم صدق انه انتي ممكن تعملي هيك شي يا نسرين. وانا ما عم صدق، ما بعرف كيف فكرت اعمل هيك بس هيك صار. المساكين ماتوا بسببي يا سرحان. لازم نعرف وين بيتهم. وشو بتعملي اذا عرفتي؟ شو فيكي تعملي بعد اللي صار؟ بعتذر من قرايبينهم يا سرحان، بعوضهم، بعمل اي شيء. ما فيني اعيش بعذاب الضمير، والله بموت من القهر. سكتي. حاسه حالي رح اختري. بترجاك دور على بيتهم كرمالي. بترجاك يا سرحان. تعرفي باي منطقه بيتهم؟ بيقول تبي هيك قالوا بالاخبار. وانا رح اجي معك. يا الله انا شو عملت؟ يا الله شو عملت؟ يا ربي سامحني، والله ما بعرف كيف عملت هيك، ما كان قصدي. لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.